السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم في هذا لا فيديو غادي نتكلموا على هذا السيروم اونتي سيرن ديال لا مارك بروفيتال. قبل ما نبدا لا فيديو، الا عجبتكم ما تبخلوش لينا بلا جيم، واي سؤال عندكم خليوه لي في تعليق، غادي نجاوبكم بكل سرور. غالبا انا ما نتاكدش هذا ارخص سيروم كونتور دي زيو اونتي سيرن كاينه في البارافارماسي. لا باز ديالو لاسيد هياليرونيك والكافيين، وفيه مكونات اخرى غادي نتعرفوا عليها. كما كتعرفوا منطقه حول العينين حساسه بزاف، المنطقه لو كونتور حساس والعينين حساسين. واش فريمون هاد المكونات اللي في هاد السيروم ما نخافوش منها وممكن نستعملوها لهاد المنطقه؟ دابا غادي نتعرفوا على المكونات الرئيسيه اللي كاينه في لو برودوي. اولا كاينه لاسيد هياليرونيك متواجد بنسبه 2.5% في لو برودوي، وكاينه الكافيين. لاسيد هياليرونيك كيحافظ على الرطوبه اللي عندنا في البشره ديالنا، هنا غادي يحافظنا على الرطوبه ديال منطقه العينين لو كونتور دي زيو، كيجدد الانسجه وكيجدد الخلايا المحيطه بالعين، وكيعطينا ان بون روغار. اكيد كيملا لينا هذوك التجاعيد الرقيقه اللي كتكون تحت العينين، وكيعطينا واحد الترطيب اللي هو دائم لمحيط العينين. وكاين الكافيين دابا كيستعملوه الاغلبيه ديال لي غران مارك في العالم، كيديروا الكافيين في هاد لي زونتيسيرن حيت كينشط الدوره الدمويه في محيط العين، باش ما كتبقاش ديك الزروقيه، كتنقص لينا ديك الزروقيه، وكينشط لينا الدوره الدمويه في محيط العين، باش كيعطينا ان بون روغار، ما كيبقاش لينا ديك لا فاتيك تحت العينين ديالنا. وبيان سور الانسجه كتقوم بالدور ديالها، يعني كينشط الدور ديال الانسجه اللي عندنا في محيط العينين. دابا غادي نشوفوا باقي المكونات. عندنا الجليسيرين في القائمه، هو الاول يعني متواجد بنسبه عاليه. الجليسيرين من ديما كنشكروا ليكم، مكون كيعطي الترطيب، يعني كيعطي واحد الترطيب اللي هو عميق، ومكون اللي هو طبيعي ما نخافوش منه. المكون الثاني اللي هو بروبيلين غليكول، هذا واحد الكومبوزون تاع فيجيتال طبيعي، هذا كيساعد المكونات الاخرى انها تغلغل بسرعه في الانسجه ديال البشره. هذا ما عنده حتى شي تاثير نهائيا، مكون اللي هو طبيعي. وعندنا بروبان 1.3 ديول، هذا كومبوزون حتى هو اورغانيك، سي اورغانيك يعني طبيعي، مستخرج من الذره، وكيعطينا ترطيب. عندنا اكوا اللي هي الماء، عندنا بوتاسيوم سوربات وصوديوم بنزوات، هما مواد حافظه كتحافظنا على لو برودوي. عندنا كافيين روتس اكستراكت، مستخلصات ديال الكافيين. وعندنا فراغرانس في اخر القائمه اللي هما عطور، عندنا في اخر القائمه ماشي مشكل، يعني متواجدين بنسبه اللي هي ضئيله جدا. دونك كما شفتوا معايا المكونات كامله يعني امنه، ممكن تستعملوها تحت العينين، ما كاين حتى شي مشكل، واكيد المنتج فريمون كيستاهل انكم تجربوه. المكونات زوينه والثمن تري تري ريزونابل. كان ديجا جات واحد البنت خداتو من عندي وشكراتو ليا بزاف. دونك جو ريكوموند لو برودوي، كيرطب المحيط ديال العينين، كيعطيه واحد الترطيب اللي هو مزيان بحكم المكونات اللي فيه، وفيه لاسيد هياليرونيك والكافيين. صراحه المكونات ديالو كامله زوينه وامنه لمحيط العين. بالنسبه لطريقه الاستعمال، كتستعمليه من الليل لليل تحت العينين قبل ما تنعسي. بيان سور كيكون يعني لو كونتور ديال العينين ديالك بيان ديماكيي، كتكوني غاسله وجهك مزيان، وكديري منه قطرات تحت العين، وكديري واحد تي ماساج خفيف، وكتنعسي به ليله كامله. كانت هذه لا فيديو ديال اليوم. الى عندكم اي سؤال خليه لي في التعليق، ولا سبق ليكم جربتوا لو برودوي خليو لينا التجربه ديالكم في التعليق، وخليتكم الف خير. السلام عليكم، باي باي.